ينضم إلينا من أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح مراسل الغد الزميل محمد أبو ناموس. محمد، إلى أين تطورت الأوضاع لديك؟ نعم حسين، يعني الأوضاع في وسط قطاع غزة لازالت على حالها، بل إن الغارات الإسرائيلية لازالت متواصلة على مناطق عدة في وسط القطاع، بالتحديد على مخيمي البريج ومخيم أيضا المغازي، وهي المخيمات الشرقية لوسط قطاع غزة، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي كان سابقا قد طالب سكان مخيم البريج بضرورة مغادرة هذا المخيم نظرا له سيكون منطقة عمليات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بالمقابل لم يحذر سكان مخيم المغازي الذي يشدد في الآونة الأخيرة غاراته على منازل المواطنين. في آخر هذه الغارات نتحدث عن 8 شهداء قد قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج أثناء استهدافه لأحد منازل المواطنين دون سابق إنذار أو تحذير، بل وقام بقصف هذا المنزل فوق رؤوس ساكنيه في مخيم المغازي. هذا بالنسبة لمخيم المغازي. أما بالنسبة لمخيم البريج فلازلنا حتى هذه اللحظة نتحدث عن استمرار محاولات الاحتلال الإسرائيلي في التقدم في مخيم البريج من عدة محاور ومن عدة مناطق، في ما بين الشارع أو ما بين مناطق عدة في مخيم البريج. الاحتلال الإسرائيلي وصل في الصباح الباكر إلى أحد المناطق التي كان يحاول طيلة الليل الماضية بالوصول إليها بعد اشتباكات ضارية كانت ما بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال استخدامه للأحزمة النارية وقذائفه من خلال المدفعية الإسرائيلية التي تحاول أيضا الدخول إلى مخيم البريج استطاع الوصول إلى منطقة تعرف بمنطقة المدارس في مخيم البريج، وقد وصل الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك عدد من النازحين الذين يسكنون في هذه المدرسة، في هذه المدرسة التي قام الاحتلال الإسرائيلي بدخولها ليس من البوابة الرئيسية لها، بل إنما من خلف هذه المدرسة. ساعات صعبة كانت على من داخل هذه المدرسة. نتعرف أكثر على هذه الساعات وصعوبتها من خلال أحد شهود العيان الذي كان يتواجد في هذه المدرسة وقد عاش هذه الليلة الصعبة في هذه المدرسة. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني احكي لنا شو اللي صار معكم الليلة؟ احنا كنا موجودين داخل شوية. كنا موجودين داخل المدرسة مساء، في تمام الساعة الثالثة مساء سمعنا أصوات أحزمة نارية حوالي بال 15 وال 20 برميل، صار إطلاق نار بشكل كثيف جدا ومتواصل لعدة ساعات، والمدفعية قامت بإلقاء قنابل صوتية وقنابل دخانية وقنابل متفجرة حول هذا المبنى. سمعنا شو هذا المبنى كان؟ المدرسة اللواء. كنا متواجدين حوالي 100 نفر في غرفة واحدة من الشباب والأطفال وكبار السن، وكانوا في غرف ثانية متواجدون نساء. سمعنا هذه الانفجارات وسمعنا أصوات الجيش الصهيوني عندما دخل، وصل تقريبا إلى محيط المدرسة. قمنا بتجهيز دفع أنفسنا للمغادرة صباحا من البوابة لتأميننا من منطقة آمنة للعبور من عبر شارع صلاح الدين. لم نحاول، المدفعية لم تسكت وأطلاق النار بشكل كثيف ومتواصل عدة ساعات. قمنا بحماية أنفسنا داخل هذه اللواء، داخل اللواء في المدرسة. عندما طلع الصباح قمت أنا وثلاثة شباب بإخلاء أنفسنا بأعجوبة عندما قامت آليات. كيف طلعت أنت والشباب الثلاثة؟ آليات الاحتلال تمركزت خلف مسجد أبو مدين، حوالي 5 دبابات تمركزوا داخل المركز. قامت آلية دبابة بخلع حيطة، دخلوا إلى المدرسة، فقمت أنا والشباب بمغادرة المدرسة. الحيطة الخلفية للمدرسة؟ الحيطة الخلفية هي ما بين تفصل بين منازل المواطنين من عبر الشوارع والأماكن المحادية. قمنا بإخلاء أنفسنا، وبعد تقريبا أبعدنا عن المدرسة حوالي 100 متر قامت طائرة كواد كابتر بإطلاق النار علينا. في شابين من الشباب اللي كانوا معنا تقريبا استشهدوا. قمنا إحنا بالهروب إلى شارع صلاح الدين. عندما وصلت شارع صلاح الدين بعد حوالي ساعة قام شخص بالوصول إلي، قمت بالتحدث معه فقال إلي إن القوات تمركزت داخل المدرسة وقامت باعتقال الشباب واعتقال النساء والأطفال،
وصار في اللي داخل اللواء اطلاق نار كثيف. طيب الان بعد ما طلعتم من المكان، طلعتم من المدرسة، حكيت لي انه طلعت من باب داخلي بطل على مدرسة ثانية، ومن ثم طلعتم من بين الشوارع لحد ما وصلتوا شارع صلاح الدين. احكي لي شو اللي شفته انت في الطريق؟ اللي شفته في ناس طائرة كوات كابتر صارت تطخ علينا في الشوارع، صرنا نتزروق بين الشوارع عشان نحمي حالنا. في ناس استشهدت في الشارع وفي ناس الصوابات، احنا قمنا بإخلاء انفسنا من بين الشوارع للوصول الى منطقة آمنة. شفتوا في دمار في الطريق؟ دمار كبير، أحزمة نارية متواصلة طوال فترة الليل، وقذائف مدفعية وقذائف دخانية واشتباكات عنيفة. قمنا بحماية أنفسنا للهروب من المكان. كنا داخل اللواء قبل هذه الاقتحام المدرسة بيوم، مدير عمليات النوروا قام بإبلاغنا بأن المدرسة آمنة ولا يتم أي إخلاء للمدرسة، ونحن متواصلون في خدمتكم. فبعدها لم نبلغ بأي شيء. قديش كان تقريبا عددكم في الاول؟ قديش كنتم؟ وبعد ما صار التنبيه باخلاء البريج، قديش صار عددكم؟ قبل الابلاغ كان عدد المدرسه حوالي 8000 نازح. عندما قام الاحتلال برمي المناشير باخلاء المخيم داخل المدرسه، بقي العدد 100 نفر، 100 شخص. يعني تقريبا طلعتم اقل من 10 والبقيه ظلوا موجودين، في منهم تم اعتقالهم حسب ما سمعت، وفي منهم تم اعدامه في المكان. تمام، شكرا، يعطيك العافيه. اذا حسين، يعني نتحدث عن هذه الحاله التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي في كل مكان للواء. كما تحدث الشاهد العيان بان كان هناك طمأنه لهم بان هذه المدرسه هي تتبع لوكاله غوث وتشغيل اللاجئين، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يقترب على النازحين فيها وأنهم في مأمن. ولكن المتعارف عليه عند هذا المحتل الإسرائيلي أنه لا يمكن أن يحترم أي من المؤسسات، ولا يوجد أي قدسية للمؤسسات. هذا المحتل الذي استهدف المساجد، استهدف الكنائس، استهدف المدارس، واستهدف المؤسسات الدولية والمؤسسات الصحية. فبالتالي هذا الأمر الذي دفع المواطنين للخروج من هذه المدرسة فور سماعهم لهذه المخاطر التي يمكن أن تكون عليهم، فبالتالي نزحوا من المكان، وبقي هذا العدد داخل هذه المدرسة. كما قال لنا شاهد العيان، قرابة 100 شخص كانوا في هذه المدرسة وهذا مركز الإيواء الذي كان من المفترض أن يكون مكانا آمنا لنازحين لا يوجد لهم أي مكان آخر يمكن النزوح إليه، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي بغتهم من خلال الدخول إلى هذه المدرسة من المنطقة الخلفية لبوابة المدرسة، وقام بهدم هذا السور والدخول إليه، وقام باعتقال عدد وقتل عدد آخر. وربما أن يكون هذا المصير لهؤلاء النازحين كما كان مصير من سبقهم في شمال غزة، وأيضا في مدينة غزة عندما قام الاحتلال الإسرائيلي بالدخول إلى مراكز الإيواء واعتقال الرجال وتعريتهم من ملابسهم بشكل كامل واعتقالهم والتحقيق معهم، وقام أيضا بإعدام عدد آخر من الرجال ومن الأطفال وأيضا من النساء. على أي حال، هذا ما حدث في مخيم البريج، ولكننا نتحدث عن ليلة يبدو أنها لن تخلو من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا ونحن نتحدث عن استمرار تحليق الطائرات الحربية وأيضا طائرات الاستطلاع التي لا تفارق سماء القطاع نهائيا منذ بداية هذه الحرب وهذه الإبادة الإسرائيلية. وها نحن نقترب من اليوم 84 لهذه الإبادة الإسرائيلية، والاحتلال الإسرائيلي يستمر في هذه السياسة دون توقف، بل إنه يتمعن أكثر في الإغال أكثر بدماء المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء منهم. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل محمد أبو ناموس مراسل الغد، كنت معنا من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.